مساء الخير يا شباب، ان شاء الله هنبدأ مع بعض النهاردة سيكشن 3، وهنتكلم فيه عن الموضوع التاني الجديد معانا، هو البيلدينج ماتيريالز اللي هي مواد البناء. بس قبل ما نبدأ في الموضوع الجديد، احب افكركم ان احنا عندنا كويز الاسبوع اللي بعد الجاي، تمام؟ وهيتم للتو جروب A و B، وهيتم في الجامعة. طيب بالنسبة لبداية الكويز هتبقى امتى؟ هتبقى بداية الاسبوع اللي هو 21 نوفمبر. الاسبوع دوت هيكون على جروب B ان هو ينزل الجامعة، فجروب B هيمتحن في الاسبوع ده الكويز. الاسبوع اللي وراه هيبقى 28 نوفمبر، اللي بدايته 28 نوفمبر، هيبقى على جروب A دوره ان هو ينزل الجامعة، فهيمتحن الكويز في الاسبوع ده. يبقى جروب B هيمتحن في الاسبوع اللي بدايته 21 نوفمبر، وجروب A هيمتحن في الاسبوع اللي بدايته 28 نوفمبر. كل واحد هيحضر في السكشن بتاعه والجروب بتاعه، يعني كان جروب A او B، مفيش اي اكسكيوز ان هو يحضر في سكشن غير السكشن بتاعه. الامتحان عندي هيبقى على ايه؟ على البيلدينج ماتيريالز اللي احنا هناخدها النهارده والمره الجايه ان شاء الله، وعلى اللوبريكيشن واللوبريكنت اللي احنا خدناها السكشنين اللي فات. طيب الامتحان الاسئله بتاعته هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن ترو فولس، صح وغلط، وهيبقى مع تصحيح الغلط، وعباره عن اكمل كومبليت، وهطلب منك دياجرام مثلا بلوك دياجرام لخطوات صناعه الاسمنت اللي احنا هناخدها النهارده، او عمليه معالجه الزيت الخام اللي هي تريتمنت اوف لوب اويل، او حاجات شبه كده. هيبقى سؤال في الاخر متنوع. نبدا مع بعض السكشن زي ما احنا اتفقنا، هنتكلم عن البيلدينج ماتيريالز اللي هي مواد البناء. هناخد فيها ايه؟ هناخد فيها المورتر اللي هي المونه، وهنعرف ايه هي انواع المونه، اللي من ضمنها الاسمنت، تمام. هناخد ايه في الاسمنت بقى؟ هناخد نوع من التفصيل شويه. هناخد تعريف الاسمنت، وهنعرف ايه اشهر نوع من انواع الاسمنت والاكثر استخداما في العالم كله. وهناخد الرو ماتيريالز اللي جاي منها الاسمنت، اللي هي المواد الخام اللي انا بستخدمها عشان اصنع الاسمنت. طيب بعد ما كونت المواد الخام دي الرو ماتيريالز، هنخش بقى في عمليه صناعه الاسمنت اللي هي مانيفاكتشرنج بروسيس اوف سيمنت. وبعد كده هناخد المين كومبوننت اللي خارجه لك من صناعه الاسمنت، ايه هي المواد الناتجه من صناعه الاسمنت دي، هنتعرف عليها. وبعد كده هنشوف تفاعل المواد ديت مع الميه بيتم ازاي، وكنوع من انواع الكواليتي كنترول، او ان انا اشوف عملية تصنيع الاسمنت دي تمت مظبوط ولا لا، بعمل تيست على السمنت اندستري على صناعة الاسمنت ده. وهكذا في الاخر باخد الانواع التانية من الاسمنت، لان انا قلت عندي نوع مشهور جدا وفي نوع انواع تانية بستخدمها برضو لاغراض معينة. اتفقنا اول حاجة ناخدها هي المورتر اللي هي المونة، والمونة بستخدمها في عملية البناء عشان تعمل كوهيرنس، تماسك ما بين مكونات البناء عندي، يعني الطوب اللي بستخدمه في بناء الجدران والحوائط اللي بيعمل تماسك ما بين الطوب دوت هو المونة اللي انا بستخدمها. تاني حاجة عندي هي انواع المونة، انا عندي نوعين من المونة. طيب خلينا متفقين ان النوعين دول المادة الثابتة اللي فيهم هي الرمل. طب الاختلاف هيبقى في ايه؟ هيبقى في المادة اللي هتمسك مع الرمل دي، والاختلاف التاني هيبقى التماسك اللي هيحصل ما بين الرمل والمادة التانية دي هيتم بواسطة ايه. فعندي النوع ده، المادة اللي هتمسك مع الرمل هي الاسمنت. طب التماسك اللي هيتم ما بين الاسمنت وما بين الرمل هيتم بواسطة ايه؟ بواسطة المية، يعني عشان يحصل سوليدفاي، يعني تماسك او تصلب الرمل مع الاسمنت، لازم يحصل تفاعل معاهم بواسطة المية، تمام. والمية كمان هنا اللي هستخدمها هتبقى بكمية كبيرة. طيب النوع التاني عندي هو بردك وجود الرمل عندي ثابت. طب ايه المادة التانية اللي هتمسك معاه؟ هي الجير المطفي. طب التماسك اللي هيتم ما بين الجير المطفي والرمل ده هيتم بواسطة ايه؟ هيتم بواسطة الهواء. عشان كده بسمي النوع ده اللي هو تماسك الرمل مع الاسمنت بواسطة المية بسميه هيدروليك مورتر، يعني مونة مائية، لان التماسك تم بواسطة المية. اما هنا بسميه مونة هوائية، لان التماسك اللي تم ما بين الرمل وما بين الجير المطفي كان بواسطة الهواء، تمام. بسميه ارييتد مورتر، يعني مونة هوائية. يبقى نقول تاني، الاريتد مورتر اللي هي المونه الهوائيه بيحصل سوليدفاي لمكوناتها، يعني تصلب لمكوناتها لما ترياكت مع الهواء. الميكشر بتاعي عباره عن ايه؟ عباره عن رمل اللي هي الساند اند سلاجد لايم اللي هو الجير المطفي، ورمز الجير المطفي عندي هو الكالسيوم هيدروكسيد. طيب النوع الثاني اللي هو الهيدروليك مورتر اللي هي المونه المائيه، بيحصل سوليدفاي لمكوناتها، يعني تتماسك او تتصلب مكوناتها لما بتتفاعل مع الميه، when it react with water. طيب mainly composed of ايه؟ بتتكون من ايه قلنا؟ بتتكون من رمل واسمنت. طيب بستخدم ده في ايه وبستخدم ده في ايه؟ الهيدروليك مورتر اللي هي المونه المائيه اللي بالنسبه لي عباره عن الرمل والاسمنت زي ما احنا قلنا،
بستخدم الاسمنت في ايه؟ زي ما احنا عارفين عموما بستخدمه في صب الخرسانه، في بناء الجدران، في تركيب السيراميك، في المحاره، كل ده بستخدم فيه الاسمنت. عشان كده بالنسبه لي الهيدروليك مورتر هو الاكثر استخداما. طب الايريتد مورتر بستخدمه في ايه؟ اللي هي المونه الهوائيه، بستخدمها في الاماكن اللي صعب فيها وجود الميه، لان احنا قلنا انا بعمل سوليدفاي لمكوناتها عن طريق الهواء. يعني مثلا زي اماكن الصحراء، لو انا عايزه ابني مبنى من دور واحد، او مثلا كشك، او اي كشك اللي هم بتوع الجيش، لو انا عايزه ابني حاجه زي كده بستخدم المونه اللي هي الارييتد، اللي هي المونه الهوائيه اللي ما بيكونش المبنى عليه حموله جامده. تمام. طيب في النوع ده اللي هو الارييتد مورتر، هل ده معناه ان انا ما بستخدمش ميه خالص، يعني اعتمادي بس على الهواء؟ لا، زي ما احنا شايفين الساند والسلاكد لايم، النوعين دول مواد صلبه بالنسبه لي، فعشان اجمعهم مع بعض او المهم مع بعض بحط نسبه قليله جدا من الميه، ولتكن مثلا 5%، حاجه بسيطه كده عشان المكونين الصلبين دول يجمعوا مع بعض او يلموا مع بعض. تمام. طيب التفاعل اللي بيتم مع الهواء ده، هل بيتم مع مكونات الهواء كلها، يعني اكسجين ونيتروجين وثاني اكسيد الكربون اللي موجودين في الهواء كلهم؟ لا، التفاعل بيتم بس مع ثاني اكسيد الكربون، يعني السلاكد لايم اللي هو الكالسيوم هيدروكسيد بيتفاعل مع ثاني اكسيد الكربون اللي هو الكربون دايوكسيد، ويديك كالسيوم كربونات وميه. فعرفنا دلوقتي ايه الاختلافات ما بين الايريتد مورتر والهيدروليك مورتر. الاختلاف في الماده اللي بتبقى مع الرمل، ده سلاكد لايم غير مطفي، ده اسمنت. وكمان الاختلاف في المادة اللي بتعمل تماسك ما بين الرمل والمادة التانية، يعني اللي بيعمل تماسك ما بين الرمل والأسمنت المية، اللي بيعمل تماسك ما بين الرمل والسلاكد لايم اللي هو الجير المطفي الهواء. تمام. وده التفاعل اللي بيحصل عندي مع الهواء، وزي ما قلنا ده بستخدمه في الحاجات اللي هي ما بتبقاش فيها حمولة عالية، وده بستخدمه في الحاجات اللي فيها حمولة كبيرة. طيب ده كمان اللي هو الاريتد مورتر بالنسبة لي كمثال لي، هو الحاجات اللي انا بستخدمها في الديكور اللي هو زي الجبسن بورد. الجبسن بورد عشان كده بتستخدمه انت في السقف، على الحيطه، حاجات ما بتبقاش عليها حموله عاليه، يا دوبك بس للديكور. تاني حاجه زي ما اتفقنا عندي الاسمنت، والاسمنت بالنسبه لي سينثيتك بيلدينج ماتيريال، يعني ماده بناء مصنعه. يعني زي ايه تاني؟ زي عندك البلاستيك والازاز، دول كلهم مواد بناء مصنعه، ما اقدرش اقول عليهم ناتشرال بيلدينج ماتيريال، يعني ما اقدرش اقول عليهم مواد بناء طبيعيه، لان بالنسبه لي مواد البناء الطبيعيه زي الرمل والطين والخشب دول بجيبهم من الطبيعه عادي واستخدمهم في البناء، لكن الازاز والاسمنت والبلاستيك لا، دول انا بصنعهم. تمام. طيب كمان بنقول عن الاسمنت ان هو بيبايندنج ايبن ميكسينج ويز ووتر، يعني بيتماسك لما بخلطه مع الميه زي ما احنا قلنا، ان نوت ديسنتجريت ان ووتر، وما بيتفككش بوجود الميه، بيحافظ على الصلابه بتاعته. ايه اشهر نوع عندي زي ما احنا اتفقنا هناخده في الاسمنت؟ هو البورتلاند سيمنت، اللي هو الاسمنت البورتلاندي. سموه ليه كده؟ نسبه للجزيره اللي اسمها البورتلاند، الجزيره دي لقوا فيها صخور ليها نفس الصلابه واللون بتاع الاسمنت، عشان كده سموه بورتلاند سيمنت اللي هو الاسمنت البورتلاندي. طيب ايه بقى المواد الخام اللي انا بجمعها عشان اصنع الاسمنت؟ هما 3 مواد عندي: اللايمستون اللي هو الجير الحي الرمز بتاعه كالسيوم كربونات، والكاولين كلي اللي هي طفلة الكاولين اللي هي بالنسبة لي عبارة عن اكسيد الامونيوم واكسيد سيليكون ومية. تمام. طيب ايه كمان عندي من الرو ماتيريال؟ هو الفيريك اوكسايد او بسميه الايرون اوكسايد اللي هو اكسيد الحديد. تمام. يبقى انا عندي 3 مواد خام بستخدمهم في صناعة الاسمنت: اللايم ستون اللي هو الجير الحي اللي هو عبارة عن كالسيوم كربونات، والكاولين كلي اللي هي طفلة الكاولين اللي هي عبارة عن اكسيد الالومنيوم واكسيد السيليكون مع المية، والفيريك اوكسايد اللي هو اكسيد الحديد اللي هو الرمز بتاعه Fe2O3. طيب رابع حاجة عندي هي عملية صناعة الاسمنت. بعد ما جمعت 3 مواد خام اللي عندي اللي هما الكلي واللايم ستون وكمان هيبقى معايا الفيريك اوكسايد، المواد الخام دي بتبقى في احجام كبيرة جدا، فبعمل لها كذا خطوة عشان اصغر حجمهم عشان بعد كده ادخلهم الفرن واكمل عملية صناعة الاسمنت. فببدا ازاي اقلل من حجمهم؟ اول حاجه بعمل لهم عمليه كراشنج، يعني تكسير الاحجار ديت او المواد الخام ديت بكسرها. تمام. وبعد ما بكسرها بعمل لها عمليه ميكسينج، يعني خلط. الخلط هنا بيتم في وجود الميه، عشان يسهل عليك عمليه الخلط بتستخدم الميه. وبعد ما بتخلطهم بقلل حجمهم تاني عن طريق ان انا بعمل خطوه الجريندنج. جريندنج يعني طحن،
والطحن برضك عشان تسهله على نفسك بتعمله ويت جريندنج، يعني طحن رطب. تمام، يبقى انا هنا استخدمت ميه وفي الميكسنج استخدمت ميه، اصبح المواد الخام عندك فيها نسبه ميه كبيره، فعشان كده بعمل الخطوه الرابعه اللي هي الفلتريشن. تمام، الخطوه دي بيتخلص لك فيها من نسبه كبيره من كميه الميه اللي انت استخدمتها في الخطوتين دول. تمام، فبيعمل لك كونسنتريتد، يعني بيركز لك كميه المواد الخام اكتر ويقلل لك فيها نسبه الميه. طب هل الميه دي بيرموها؟ لا، بيعملوا لها عمليه اعاده استخدام تاني ويحطوها في خطوه الميكسنج للرو ماتيريالز اللي جايه الجديده. تمام، طيب بعد ما عملت خطوه الفلتريشن بقى اصبح عندي الرو ماتيريالز جاهزه ان انا ادخلها الفرن. الفرن هيبقى بالنسبه لي روتري فورنس، يعني فرن دوار، والفرن هيبقى جواه فويل اللي هو الوقود عندي. تمام، ايه اللي بيحصل جوه الفرن للرو ماتيريالز عندي؟ حجمها بيقل، توصل من 3 ل 6 سنتي، وساعتها بالنسبه لي الرو ماتيريالز دي هطلق عليها اسم كلينيكر. كلينيكر ده هو اللي في الاخر هيوصلني للاسمنت اللي هستخدمه. طيب الكلينيكر ده اللي خارج من الفرن هيخرج من هنا خارج بدرجه حراره كبيره جدا، طب عشان ابرده بعمل له عمليه اللي هي الكولينج التبريد. تمام، عشان اقلل درجه حرارته، لان بيخرج بدرجه حراره بتوصل ل 1400 درجه مئويه، فعشان كده بلجأ ان انا اعمل خطوه التبريد ديت. عشان اضمن تاني ان هو يبرد تماما بعمل كلينيكال ستورج، يعني بخزنه، يعني بيفضل متخزن بحيث ان درجه حرارته تهدى خالص ومتبقاش عاليه. تمام، بعد ما عملت له ستورج بنخش على عمليه تاني عشان اضمن ان هو يقل حجمه تاني، بعمل خطوه جريندنج. جريندنج طحن، بس الطحن هنا مش هيبقى رطب زي ما احنا قلنا هنا اهو في الويت جريندنج، لا هيبقى هنا طحن جاف، دراي جريندنج، طبعا مش هحط ميه تاني وابوظه، فعشان كده هيبقى هنا عندي طحن جاف. بس اللي هحطه في الخطوه دي هحط جبس، جبس بنسبه 5%. طب ايه وظيفه الجبس عندي هنا؟ الجبس هنا بيشتغل كريتاردنج ايجنت، يعني عامل بيأخر لك تفاعل الاسمنت مع الميه. طب الخطوه دي ايه الفايده فيها؟ برضو العمال عندك لما بيجوا يحطوا على الاسمنت ميه عايزين فتره فيها يشكلوا الاسمنت بالصوره اللي هم عايزينها، او يعني عايزين ينقلوه مثلا، فعشان ما يحصلش تصلب للاسمنت على طول في وجود الميه، فبحط حاجه تاخر لك الفتره اللي بيحصل فيها تصلب للاسمنت مع الميه. ايه بقى اللي بيأخر لي الكلام ده؟ هو الجبس. الجبس اللي بحطه في الخطوه دي اللي هي في خطوه الجريندنج بحطه بنسبه قد ايه؟ بحطه بنسبه 5%. تمام، وبعد كده في الاخر بيحصل بقى الباكجينج عندك او الباكينج اللي هي التعبئه للاسمنت، بتعبيه عشان بعد كده تستخدمه. نقول تاني الخطوات، بيبقى عندي كلي ولايم ستون وفيريك اوكسايد، دول الثلاث مواد الخام عندي بيبقوا باحجام كبيره، فبعمل كذا خطوه عشان اقلل من حجمهم عشان بعد كده ادخلهم الفرن. طيب بعمل ايه؟ بعمل عمليه كراشنج. كراشنج يعني تكسير، وبعد التكسير بيقل حجمهم بنسبه بسيطه، فبعد كده بعمل لهم ميكسنج. ميكسنج يعني خلط في وجود الميه عشان يسهل لك عمليه الخلط، وبعد كده بعمل جريندنج يعني طحن، وطحن رطب في وجود ميه برضو، فعشان اتخلص من نسبه الميه الكبيره اللي انا حطيتها ديت بعمل خطوه الفلتريشن عشان يبقى عندك الرو ماتيريالز تبقى كونسنتريتد شويه ما يبقاش فيها كميه ميه كبيره، وبعد كده بدخلهم الفرن. الفرن بيعمل ايه؟ بيقلل لك حجم الرو ماتيريالز توصل من 3 ل 6 سنتي، وساعتها بطلق على المادة اللي خرجت من الفرن دي اللي هي كلينيكر. تمام، اللي هي هتوصلني بعد كده للأسمنت المصنع عندي. طيب الروتري فرنس الفرن الدوار ده هيعمل لك ايه تاني؟ هيتخلص لك نهائيا بقى من المية الموجودة. بعد ما خرج الكلينيكر عندك من الفرن بعمل له عملية كولينج تبريد. تمام، لأنه بيبقى خارج بدرجة حرارة كبيرة جدا بتوصل ل 1400 درجة مئوية، وعشان اضمن الكلينيكر عندي بقى بارد تماما مش بكتفي بخطوة الكولينج بس، لا ده انا بعمل له ستورج، يعني بخزنه بحيث ان درجة حرارته تبقى باردة تماما. بعد ما بعمل خطوة التخزين ديت بعمل له جريندنج، وده الطحن النهائي عندي، بس مش بيكون طحن رطب، لا بيكون طحن جاف، طبعا مش هستخدم مية. تمام، بس ايه اللي بحطه هنا عندي؟ بحط جبس. الجبس ده بستخدمه في ايه او ايه وظيفته؟ ده بيبقى ريتاردنج ايجنت، يعني مادة بتأخر لك تفاعل الجبس مع المية، عشان العمال لما بيجوا بيستخدموا الجبس دوت يعرفوا يشكلوه او ياخدوا وقتهم في تشكيله علشان ما يتصلبش على طول مجرد ما بحطه مع المية. تمام، فبحطه بنسبة قد ايه تاني؟ بحطه بنسبة 5%، وبيشتغل كايه؟ ريتاردنج ايجنت، اللي هو الجبس اللي بحطه في الخطوة دي. واخر حاجة عندي هي الباكينج اللي هي عملية التعبئة.
طب عشان ناخدهم تاني هنا الخطوات كده هو بالاسامي كده فقط، لايم ستون والكلي والفيريك اوكسايد دول الثلاث مواد الخام زي ما احنا اتفقنا. بعمل لهم اول خطوه عندي هي الكراشنج التكسير، وبعد كده بعمل لهم خطوه الميكسنج اللي هي الخلط في وجود الميه، وبعد كده بعمل لهم جريندنج طحن برضك في وجود الميه، طحن رطب ويت جريندنج. بعد كده بعمل خطوه الفلتريشن اللي هي بتخلص فيها من نسبه كبيره من الميه اللي انا استخدمتها في الخطوتين دول، عشان بعد كده يخش الفرن والفرن يطلع لي الماده اللي هي بتطلع لي في الاخر الاسمنت اللي هي الماده الوسيطه اللي اسمها كلينيكر اللي بيكون حجمها من 3 ل 6 سنتي. طب الكلينيكر ده اللي خارج من الفرن بيكون درجه حرارته عاليه جدا، فبعمل له خطوه الكولينج اللي هي التبريد، وعشان اضمن ان هو حصل له تبريد تماما بعمل خطوه الاستورج اللي انا بخزن الكلينيكر ده بحيث ان هو يبرد تماما عندي. وبعد كده بعمل خطوه الجريندنج اللي هي الطحن الاخير، والطحن دوت بيكون طحن جاف من غير استخدام ميه، بس بعمل فيه خطوه زياده ان انا بحط فيه الجبس اللي هو بنسبه 5% اللي بيشتغل كريتاردنج ايجنت، وقلت ايه الغرض من استخدامه تمام. وبعد كده في الاخر بعمل عمليه الباكينج اللي هي التعبئه. دي خطوات صناعه الاسمنت، والنقطه دي مهمه جدا وبتيجي كتير. هقول لك ايه هو البلوك دايجرام لصناعه الاسمنت، تعملهولي بالخطوات دي بالترتيب. كم خطوة عندي؟ هم 11 خطوة زي ما احنا شايفين، بمشيهم بالترتيب تمام. بعد كده عندي معلومات عن الروت ريفرنس اللي هو الفرن الدوار اللي اتكلمنا عنه دوت، في مواصفات ليه لازم نكون عارفينها وفي فانكشنز ليه لازم نكون عارفينها. ايه المواصفات اللي بتكون فيه؟ اولا الطول بتاعه بيكون من 60 ل 120 متر، الدايمتر بتاعه العرض بيكون من 3 ل 4 متر، lined with refractory break يعني بيكون محاط بطوب حراري بحيث ان هو يحافظ على درجة حرارة الفرن جوه والحرارة دي ما تطلعش بره تمام. رابع خاصية فيه اللي هو tided from the horizontal level by من 5 ل 6 درجة، بيكون مايل ميل افقي كده من 5 ل 6 درجات، يعني زي ما احنا شايفين مش بيكون مستقيم، لا الميل بتاعه هنا 5 ل 6 درجات. طيب خامس خاصية فيه ان الفاير فليم بتاعته بتكستند تو اباوت كوارتري اوف ذا فيرنس لينث، يعني ايه؟ الوقود اللي خارج منه واخد ربع طول الفرن عندي تمام. ده معنى الخاصيه الخامسه عندي. طيب سادس خاصيه هو ان التمبريتشر بتاعته عند الوقود يعني عند الفايل عندي بتوصل ان هي تبقى 1500 درجه مئويه، لكن فوق بتبقى 400 درجه مئويه، لان طبعا بتكون درجة الحرارة عند الوقود غير درجة الحرارة بعيد عن الوقود. ده معناه ان درجات الحرارة على طول الفرن مش متجانسة، يعني not homogeneous يعني غير متجانسة، يعني درجة الحرارة هنا غير درجة الحرارة اول الفرن. طيب اخر خاصية فيه ان هو بيدور من 1 ل 2 روتيشن بير مينيت، يعني بيدور من دورة واحدة او دورتين خلال الدقيقة تمام. ده الخواص عندي بتاعة الفرن، 7 خواص لازم نكون عارفينهم. طب ايه هي بقى الفانكشنز عندي بتاعه الفرن؟ اول حاجه ان هو بيرموف الفيزيكال ووتر وبيرموف الكيميكال ووتر، يعني ايه؟ بيرموف اي ميه عندك اذا كانت فيزيكال او كيميكال، ايا كان الميه انت حطيتها بايدك او الميه اللي موجوده اوريدي كانت في المواد الخام لو كان فيها اي نوع من انواع الميه. تالت حاجه عندي ان هو بيعمل رياكشن تفاعل اسمه كالسينيشن، والتفاعل ده هو بالنسبه لي اهم حاجه في عمليه صناعه الاسمنت. زي ما احنا اتفقنا انا عندي اللي هو اللايم ستون اللي هو الكالسيوم كربونيت، ده الماده الخام اللي داخله جوه الفرن من الحراره اللي اتكون عندي كالسيوم اوكسيد وثاني اكسيد الكربون اللي هيتصاعد. الكالسيوم اوكسيد ده بقى هو اساس ماده الاسمنت تمام. نحفظ المعادله دي عشان مهمه جدا، اسمها الكالسينيشن رياكشن. رابع حاجه او رابع وظيفه عندك في الفرن اللي هو بيفورم الكلينيكر، زي ما احنا قلنا ان جوه الفرن عندي اتكون الكلينيكر اللي هو المادة اللي بتوصلني في الاخر للاسمنت، وقلنا المادة دي سيركلر بورز يعني دوائر مسامية تمام، واتفقنا الدايمتر بتاعها العرض بتاعها بيكون من 3 ل 6 سنتي. دي مواصفات الكلينيكر عندي اللي طالع من الفرن. يبقى نقول تاني ايه الفانكشنز اللي بتبقى في الفرن عندي. اول حاجة ان هو بيرموف الفيزيكال ووتر وبيرموف الكيميكال ووتر، يعني بيرموف كل الووتر اللي موجود عندك ايا كان اللي انت حطه او اللي كان موجود في الرو ماتيريالز. طيب تالت حاجه بيحصل فيه تفاعل اللي هو الكالسينيشن رياكشن، التفاعل ده مهم جدا، ان كالسيوم كربونيت اللي هو اللايم ستون اللي هو الماده الخام عندك في الفرن بتتكون عندك الكالسيوم اوكسايد،
وبيكون لك كمان الايه الكلينيكر زي ما اتفقنا. ايه مواصفات الكلينيكر ده؟ عبارة عن سيركلر بورس والدايمتر بتاعها من 3 ل 6 سنتي. طيب خامس حاجة عندي هي المين كومبوننت اوف بورتلاند سيمنت. الاسمنت عندي المصنع جم يحللوه بعد ما صنعت الاسمنت، جم يحللوا المكونات اللي هو بيتكون منها، لقوا ان هو بيتكون من 4 مكونات. عندي قبل ما نعرف ايه هما هنرجع تاني للتفاعل اللي حصل جوه الفرن. كالسيوم كربونيت لما تفاعل في الحرارة طلع لي اكسيد الكالسيوم، وانا كان عندي مادتين تاني داخلين معايا كرو ماتيريال، هي الكلي الطفلة اللي كانت بتتكون من اكسيد الومنيوم مع اكسيد سيليكون فوق مع مية، وكان معايا كمان اكسيد الحديد. طيب ال4 اكاسيد دول هم اللي تفاعلوا مع بعض عشان يكونوني ال4 مركبات دول. فاكسيد الكالسيوم المادة الرئيسية بتاعتي اتفاعلت مرة مع اكسيد الالومنيوم كونت لي تراي كالسيوم الومنيت، واكسيد الكالسيوم برضو تفاعل مع اكسيد السيليكون مرتين وكون لي تراي كالسيوم سيليكيت وداي كالسيوم سيليكيت، واكسيد الكالسيوم برضو تفاعل مع اكسيد الالومنيوم مع اكسيد الحديد وكون لي تترا كالسيوم الومنوفيريت. تمام، دول ال4 مركبات عندي اللي اتكونوا من صناعه الاسمنت. ايه الاختصارات اللي احنا شايفينها دي؟ هو اول حرف من كل كلمه. همونيوم طبعا رمز كيميائي بس هو مش عليك، فعشان كده كاتبين الاختصار، والاختصار ده هم اللي بيستخدموه في المصانع، يعني ما بيستخدموش الرمز الكيميائي، بيستخدموا الاختصارات دي اللي هي C3S اللي هو بالنسبه لي تراي كالسيوم سيليكيت، و C3A اللي هو بالنسبه لي تراي كالسيوم الومنيت، و C2S اللي هو الداي كالسيوم سيليكيت، و C4AF اللي هو التترا كالسيوم الومنوفيريت. انا كاتبه لك ده عشان تعرف هما جم منين الاربعه دول، جم من الاكاسيد اللي احنا شايفينها دي. في ملحوظتين عندي عايزين نعرفهم. اول ملحوظه عن الفيريك اوكسايد اللي هو بالنسبه لي الماده الخام اللي دخلت في صناعه الاسمنت في الاول، ايه وظيفتها عندي؟ في عمليه تكوين الكلينكر عندي في الفرن قلنا ان هو بيتكون عن درجه حراره بتوصل 1400 وممكن كمان 1450. دور الفيريك اوكسايد ان هو يقلل لك درجه الحراره دي، ممكن توصل ل 1300 درجه مئويه عشان تكون الكلينكر. تمام، فده معناه ان هو بيوفر لي طاقه، بيوفر لي طاقه حراريه عشان اعرف اكون الكلينكر. تمام، فبالنسبه لي بيورك از اي از ا فلوكسنج ايجنت، ان هو بيقلل لي درجه الحراره اللي انا بستخدمها. تمام، فده بالنسبه لي ميزه، بدل ما كنت هكون الكلينكر في 1400 درجه مئويه او 1450 درجه مئويه، انا هكونه في 1300 درجه مئويه. حاجه تاني في الفيريك اوكسايد، هو اللي بيخلي لون الاسمنت زي ما احنا بنشوفه رمادي. تمام، طيب لو الفيريك اوكسايد مش موجود الاسمنت بالنسبه لي هيكون لونه ابيض، وكمان هيكون تكوين الكلينكر في درجه حراره 1450 عادي، مش هيكون في توفير للطاقه. طيب الاسمنت الابيض دوت بيبقى اغلى من الاسمنت الرمادي، للسبب ده ان اصبح مفيش توفير في الطاقه، لان الكلينكر هيكون في درجه الحراره العاليه عادي، وده بيتطلب تكلفه عاليه. طيب كمان الاسمنت الابيض ده بستخدمه، معلومه ليكو، في تركيب السيراميك. لو انت عايز تركب سيراميك وفي نفس الوقت ما يكونش باين لون الاسمنت الرمادي، ساعتها بستخدم الاسمنت الابيض. تمام، تاني ملحوظه عندي، ملحوظه عن الجبس. الجبس اللي انا حطيته في عملية الجريندنج الأخيرة، فاكرين في صناعة الأسمنت، الجبس ده ليه وظيفة زي ما احنا قلنا ان هو بيشتغل كريتاردنج ايجنت، بيأخر لك عملية تفاعل الأسمنت مع المية، بيخلي الأسمنت ما يتصلبش بمجرد ما بيحط المية، عشان ادي فرصة زي ما قلنا للعمال ان هم يشكلوا الأسمنت زي ما هو ما عايزين. فبيقول ان هو مايت بي ادد تو ذا كلينيكر، قلنا ان بحطه للكلينيكر بنسبة 5% في خطوة الجريندنج الأخيرة، فقلت ان هو بيشتغل work as a retarding agent، فبي retard the reaction of cement with water. تمام، يعني بقول كمان هو بي retard cohesion، بيأخر عملية التماسك. سادس حاجة هنتكلم عنها هي reactions of cement component with water. انا اتكلمت عن في 4 مكونات عندي ناتجوا من عملية صناعة الاسمنت. طب ال4 مكونات دول هيتفاعلوا ازاي مع المية؟ ده اللي هنعرفه هنا. بالنسبة للC3S والC3A والC4AF اللي هو التراي كالسيوم سيليكيت والتراي كالسيوم الومنيت والتترا كالسيوم الومنوفيريت، التفاعل معاهم بالنسبة للمية بيرياكت ويز ووتر خلال 6 دقايق لحد 3 ساعات. تمام، في الفترة دي بيحصل اللي هي عملية السيتنج بيريود اللي هي فترة الشك. ايه هي فترة الشك دي؟ هو التايم ذات ستارت تو لوس اتس بلاستيس، هي الفترة اللي بيبدأ فيها الاسمنت يفقد المرونة بتاعته، دي اسمها السيتنج بيريود. ولو نفتكر السلايد اللي فاتت قلنا
مين اللي بيأخر الفترة دي، مين اللي بيأخر فترة الشك اللي هي الفترة اللي بيتفاعل فيها الأسمنت مع المية، قلنا الجبس اللي بنحطه بنسبة 5%. فالتلات مكونات عندي دول بيتفاعلوا مع المية خلال 6 دقايق لحد 3 ساعات، تمام. وبالنسبة للسترينث بتاعتي، لقوة الأسمنت، مش بتكون بالقوة الكبيرة قوي، لكن مين مسؤول ان هو او responsible for hardening؟ هو C2S اللي هو الداي كالسيوم سيليكيت. ده الرياكشن بتاعه بيحصل خلال اول 4 اسابيع، مش بس اول 4 اسابيع، ممكن كمان يوصل لشهور، وممكن كمان يوصل لاول سنة التفاعل بيحصل C2S مع المية. فهو بالنسبة لي المسؤول عن الهاردنج بتاعت الاسمنت، هو من مسؤول عن صلابة الاسمنت اللي هو C2S. فدول ال4 مكونات عندي بتوع الاسمنت ازاي بيتفاعلوا مع المية، تمام. سابع حاجة عندي هي الاختبارات اللي انا بعملها على الاسمنت المصنع عندي. ما ينفعش بعد ما عملت عملية صناعة للاسمنت استخدم الاسمنت دايركت على طول، لأ، انا لازم اتأكد هو بالمواصفات والجودة اللي انا عايزاها برضو ولا لأ، تمام. طب ايه الاختبارات اللي انا هعملها عليه؟ هاخد النهارده اختبار واحد بس، هو الهيدروليك اندكس، وان شاء الله المره الجايه هنكمل بقيه الاختبارات. طب ايه هو الهيدروليك اندكس، او بسميه الهيدروليك فاكتور؟ هو عباره عن نسبه ما بين الكالسيوم اوكسايد لبقيه الاكاسيد التانية، تمام. القيمه اللي هتطلع لك او النسبه اللي هتطلع لك من القانون دوت لازم تكون في رينج من 1.7 ل 2.2. القانون ده بعد كده عملوا له تعديل سموه لايم ساتوريتد تيست. طب ايه التعديل اللي عملوه وعملوه ليه؟ زودوا القيمة دي والقيم اللي احنا شايفينها دي. طب زودوها ليه؟ لان احنا عندنا لو نفتكر الجبس عندي كان بيتكون من ايه؟ من كالسيوم صلفيد، فبالنسبة لي برضك ده كالسيوم، فلازم احطه في الاعتبار عندي. فعشان كده زودوا الفاكتور ده او القيمة ديت بسبب وجود الجبس عندي اللي هو الصياغة الكيميائية بتاعته بتحتوي على كالسيوم اللي هو الكالسيوم صلفيد. فاصبحت الارقام عندك مختلفة، يعني الرينج برضو اللي انت المفروض تشتغل عليه او القيمة بالنسبة لك اللي انت لازم تبقى فيها ما بين 66% ل 1.2%. ده الرينج برضو بالنسبة للقانون الجديد اللي انت لازم تكون ما بينه، تمام. طيب سواء كان في القانون ده او في القانون ده، انا دلوقتي لازم اعرف لو انا اقل من الرينج ده هيحصل ايه، ولو انا اكتر من الرينج ده هيحصل ايه. طب نبدأ الاول لو انا اقل من الرينج ده. معنى ان انا اقل من الرينج ده يعني عندي الكالسيوم اكسايد قليل، تمام. فالديكريز اللي هيحصل في الكالسيوم اكسايد، النقص اللي هيحصل في الكالسيوم اكسايد، هيسبب لي نقص في تكوين مركب من مركبات اللي هي ايه، اللي هي تراي كالسيوم سيليكيت اللي هي C3S اللي هو المركب اللي طلعناه من مركبات الاسمنت. طب ايه المشكله لما المركب ده عندي ينقص في الاسمنت؟ المركب ده كان ليه دور مهم في السيتنج بروسيس عندي او السيتنج بيريود عندي اللي هي فتره الشك اللي فيها الاسمنت بيحصل له تصلب في وجود المية. طب الفترة دي عندي هيحصل فيها مشكلة، اه هتتأخر، لان عملية انتاج C3S اللي هو تراي كالسيوم سيليكيت قلت. وكمان عندي هيعمل مشكلة تاني، ان هيحصل مشكلة في الايرلي سترينث، بداية تماسك الاسمنت برضو هتتأخر. فالمشكلة عندي هتبقى في السيتنج بروسيس والايرلي سترينث بتاعت الاسمنت. طب ده بالنسبة لو عندي القيمة دي قلت عن 0.66 او قلت عن 1.7. طب لو القيمة عندك بالنسبة للقوانين دي زادت، يعني بقت اكتر من 2.2 او اكتر من 1.02، ايه اللي هيحصل؟ بيقول هنا the increase of this percentage، يعني الزيادة في النسبة دي، ده معناه ان هيديني free lime زيادة. يعني ايه؟ كالسيوم اكسايد زي ما احنا اتفقنا هيتفاعل مع الاكاسيد الثلاثة دول، اللي هو هيتفاعل مع سيليكون اوكسايد والالومنيوم اوكسايد والفيريك اوكسايد. طيب هو خلاص تمام، تفاعل مع كل الكميه من الحاجات دي، فبعد ما تفاعلت مع كل الاكاسيد اصبح في عندي فري لايم، يعني جير حي زياده. طب الجير الحي ده ايه مشكلته او هيسبب لي في ايه؟ هيسبب لي ان هو هيتفاعل مع الميه، تمام. وتفاعله مع الميه، الجير الحي ده الفري لايم لما بتتفاعل مع الميه بيديني حراره، تمام. طب ايه الحراره دي؟ ايه الضرر منها؟ بتعمل فابورايزيشن للووتر عندي. طب تخيل انت عندك الخرسانة ويحصل فيها التفاعل ده، ان هيكون عندي جير حي زيادة ومع وجود المية يطلع لك حرارة. الحرارة ديت هتعمل ايه؟ هتعمل فابورايزيشن للووتر عندك، تبخير للمية عندك. فالووتر فيبر اللي هيتكون ده هيسبب لك المشكلة بقى هنا، هي كراكس ان مورتر، يعني تشقق في المونة. نقول تاني، الفري لايم اللي هو الكالسيوم اكسيد الزيادة عندي هيعمل ايه؟ هيرياكت مع المية، ونتيجة تفاعل الفري لايم اللي هو الجير الحي مع المية بيطلع لي حرارة.
تمام. طب الحرارة دي بتعمل ايه؟ الحرارة دي بتعمل فابورايزيشن للووتر عندك، بتعمل لك تبخير للمية. فالووتر فيبر اللي هي المية المتبخرة دي هتعمل لي كراكس ان مورتر، يعني تشقق في المونة. ففي النهاية لو عندي النسبة اقل من الرينج، ده معناه ان هيحصل slower in setting، يعني تأخر في عملية setting period اللي هي فترة الشك. طيب لو انت عندك اعلى من الرينج، تمام، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل cracks in mortar، يعني تشقق في المونة. تمام، ده بالنسبة لي الاختبار اللي انا هاخده النهاردة، وبقية الاختبارات ان شاء الله هناخدها المرة الجاية. طيب يا شباب احنا كده خلصنا، لو في حد عنده اي سؤال المرة الجاية ان شاء الله لما نتقابل في الجامعة هنتناقش فيه سوا ان شاء الله. نراجع بس مع بعض، احنا اخدنا ايه تاني؟ خدنا المورتر وقلنا انواعه، ان انا عندي هيدروليك مورتر وريتد مورتر، واخدت في الاسمنت تعريف الاسمنت وايه اشهر نوع عندي من الاسمنت اللي هو البورتلاند سيمنت زي ما احنا عرفنا اللي هو الاسمنت البورتلاندي، واخدنا الرو ماتيريالز اللي جاي منها الاسمنت، المواد الخام اللي جاي منها الاسمنت اللي انا بستخدمها في صناعته، وخدنا عملية المانيفاكتشرنج بروسيس اوف سيمنت، يعني عملية صناعة الاسمنت بتتم ازاي، وايه هي المين كومبوننت اللي خرجت لي من صناعة الاسمنت، ايه المواد اللي خرجت لي من صناعة الاسمنت البورتلاندي، وخدت تفاعل المواد دي مع المية، وخدت اول اختبار بس بعمله للاسمنت المصنع عندي اللي هو الهيدروليك اندكس. تمام، المرة الجاية ان شاء الله هنكمل بقية الاختبارات وهناخد الانواع التانية من الاسمنت.